يعتبر السائق السعودي صالح السيف من سكان حائل أحد أبرز المواهب في المملكة، وهو ينافس هذا العام ضمن فئة التثري التنافسية. بحكم أن أول السيارات اللي سقتها ودربت عليها تعودت عليها، فيها تميز يعني من نواحي مختلفة يعني عن السيارات الجديدة، من قوة وصلابة. أتذكر أيام حلوة كانت معنا السيارات هذه في القدم، أتذكر المرحوم الوالد. أنا دائما يعني ما أغيب عن قيادتها، من أسبوع لأسبوع لابد أن أثبتها في المكان هذا وأطلع عليها جولات. تعلمت السواقة في وقت مبكر، وحتى كنت يعني أسكن في منطقة قريبة من يعني وادي، فكنت أخذ السيارة أحياناً للوادي وأدخل وأطلع وأغرز في السيارة وأحاول أطلعها. فكان يعني من الصغر يعني من عمر 14-13 سنة كنت محب للسيارات والقيادة الصحراوية، وهذا اللي جعلني متميز في المشاركات. طبيعة المنطقة، تنوع التضاريس فيها، هذا أعطى أفضلية كبيرة. يعني كل التضاريس اللي تجدها في المملكة العربية السعودية موجودة في حائل، ما بين رمل صحراوي، بين جبال، بين وديان، بين منطقة فلات، كل التضاريس اللي يحتاجها يعني المنظمين للراليات يجدونها في حائل. ولذلك أصبحت حائل يعني يطلق عليها لقب مميز جدا أنها عاصمة الراليات.